رح اقعد عند ملحة الكبنوب ودكانتك ورزقتك. ايه والله منموت من الجوع. فينا رب بينسانا يا حرمي. الله يخليك، خليني انا عندها وانت دير بالك على الدكانة وعلى البنات. عامل لك لا. وانتو يا بي اصحكن، ها اصحكن حدا منكم يفوت لعند اختكم. يا بي والله ما عم نقدر نبعد عنا. لا يا بي لا، الله يرضى عليكم لا تفوتوا لعندها. بكره ان شاء الله الله بيعافينا اياها وبتضلوا قاعدين معها لتشبعوا منها. بديعة، اذا بتفوتي لعند دلال انت او اي وحده من البنات بتكوني طالق. لا يا رجال، ليش هيك عم تحلف علي بالطلاق؟ هيك مشان ما حدا منكم يفكر يفوت لعند منوب. يا بي عدو عدو، راح هيك حرق من محله. ايه يا بي جايكي. حسبي الله ونعم الوكيل. لك انت الواحد كيف بده يتعامل معك؟ يلا تعي بلا لعي، تعي غيري لي وساوي هالاوضه وغلي لي شقفه عايده. حاكم صلي زمان ما نتفته لوشي مشان تنتفي لي اياه. وشو رايك كمان جيب لك الماشطه فرد مره؟ عم تتمسخري علي يا فلتانه؟ ولك فريده والله بقتلك وبحسب الله ما خليك. يلا 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 تعي نطفي، يلا تحركي. ولك انا عم بتحمل كرمال المختار ابو وضاح، بس والله اذا بتزوديه بخليك. عم تفهمي؟ عيونك هدول بشيلهم. يا طلال خالي هالحكي ما بينفعها، إذا ما طلع لك هيك شوارب مثل خالب صرت أبضاي وزقرتاوي. نصرة علمناك يا زقرتاوية؟ أبو عمي علمه أخي، أنت ريح لحالك. أي والله، أبشو ما شرواي بالخير، رجال أبضاي ومعدل وزقرتاوي. يا أمو، نعم. هاتي لك شي رغيف سخن نتسلى فيه. لا تقبرني، هدول الخبزات لأمو وضاح، ما بيجوز نقرب عليهم، روح جيب رغيف من بيت المونة، أوام. لا يا أمو، أنا اشتهيت الرغيف سخن. طيب روح جيب واحد من بيت المونة لأبدلك يا أبو حتى إذا. طيب ماشي. يا مو؟ نعم. لقيتي لي شي عروس تازة؟ مناسبة يعني. هلا شو بدي اقول لك لك ابني؟ كل ما بروح لعند جماعة لشوف بنتهم بلاقيها مو كل هالقد. مو كل هالقد؟ شلون يعني مو كل هالقد يا مو؟ لك يا امي ما عم لاقي له وحدة تليق فيه. يا مو؟ العروس الخبزات ببيت المونة؟ ايه يا مو بطشت عرف. هلا يا مو بكل الحارة ما لقيتي لنصري عروس تليق فيه. شو بدك يعني قل له؟ قل له ما حدا عم يرضى فيه؟ اكسر بخاطره يعني؟ ايه هو يبطل هالكذب بالاول. لك يا بنتي يا حبيبتي صرت قايلت له 100 مرة يبطل هالكذب، بيقول لي انا ما بكذب، انا كل شيء بحكيه بيكون صاير معي. الا مين بده يطلع؟ في غير الابو؟ الله يخليكي يا مو لا تجيبي سيرة ابي، الله يرحمه. بنت اخوه ما رضيت تقابلنا ولا طلعت تسلم علينا. اوف وليش بقى؟ أنا مرضانة يا بعدي. وبركي كانت مرضانة عن جد. هلا لا تقعد دافع عن بنت أخوك. لك يا مرة والله حيرتيني، مو أنت قلتي إنه بنت أخي رويدة أحسن من بنت أختك ومن بنت أختي؟ بلا، بس ليش عملت هي وأمها هيك اليوم؟ ما بعرف. لك ما بصير هيك يا بنت الحلال، ما بصير هيك، ما بصير تحكمي على العالم من أول مرة. اسمع عدنان، أنت لازم تروح عند أخوك وتقول له يرصن شوي مشان يبطلوا هالحركات، وتاني شيء نحن لازم نعجل بالعرس. لك ايه ما في مشكلة ما نعجل. احكي مع اخوك يعجلوا بجهاز البنت وانت نزل على السوق جيب المراية والتخت والصندوق. ماشي. شو بدي اقول لك؟ صفوان وين وما شفته على العشاء؟ يقبر قلبي، اخذ على خاطره من الفصل اللي عملوه بيت اخوك اليوم. معناتها بتحبه لوضاح افندي؟ مريضة وما فيك تشوفي حدا؟ فاكرين الحكي بيمروا علي لأني أجدب أنا. بسيطة يا رويدة خانم،
انت يا وضاح عامل لي فيها عشق وغرام هي. ومع مين؟ مع بنت عمي، لحمي ودمي. بكره بس تصير عندي لكل حادث حديث. وهذيك الثانيه والله ابي ما يدرى بالخمسمائة ذهب المؤخر لحتى يطير العقل تبعه. هو كل املاكه مع البيت يا دوب يطلعوا 200 ذهبه. انا رعاكي مع الباشاويش رئيس الكركون، مرقدا بخليهم دوريتين وطول الليل. هذا مظبوط. ايه يا اخي وضاح، هذا الموضوع خلصنا منه. هي المبلغ اللي اتفقنا عليه مشان ابو صلاح. الله يسلم الدولات يا ابو عبدو، كثر خيركم جميعا. ايه يا جماعه، نحن حكينا بالهلا مين منا نضمه ليصير عضو من عضوات الحاره. والله شغله بتحير يا مختار، يعني كل رجالات الحاره وكباريتها خير وبركه، وكلهم بيرفعوا الراس وبيبيضوا الوش. في عندك هاشم افندي ابو خيرو، في ابو صفوان، في ابو رضا، في ابو محمد السكافي، في ابو ياسين الخضري، في ابو فخري. يعني شو بدي اعد لكم اللي اعد لكم؟ شو ابو زهدي؟ ليش نسيت ابو نجي؟ والله والسبعة نعام، لازم نستأذن أبو وضاح وناخذ منه المخترة ونعطيها لأبو نجيب. يا سيدي أنا حكيت مع أبو ياسين ومع أبو رضا ومع أبو فخري وكلهم اعتذروا وقالوا مالهم فاضيين، وحكيت مع هاشم أفندي نفس الجواب. لذلك ما بيقدامنا يا جماعة غير أبو محمد، شو رأيكم؟ بس يا أبو وضاح بلا ما نقوليه، يعني هذا الزلمة غريب عن الحارة، يعني ما بنعرف لا أصله ولا فصله، فمنخاف الناس تنتقدنا ويحطوه علينا وحدة. والله أبو أدهم معه حق، بس الرجال صار له عايش زمان عنا بالحارة وما شفنا منه إلا كل خير. إيه نعم، ومثل ما بيقول المثل، من عاشر القوم 40 يوم صار منهم وفيهم. والله يا جماعة أنا رأيي من رأي المختار. والله هو الزلمة معلي حكي منوب، بيضل حاسس إنه غريب، بركدا إذا صار عضو ما بيعود بحس بالغربة. أنا مالي اعتراض على الزلمة، بس أهل الحارة ما ينتقدونا، وإلا الزلمة والله على عيني وراسي. تسلم يا أبو لطفي، أنا كنت قلت أبو صفوان، بس ما بيسوى أبو صفوان لأنه أخوه أبو عبده معنا من العضوات. أنا شايف إنه أبو محمد أنسب شيء. شو رأيك أبو أداه؟ والله أنا مع الأكثرية، إذا هيك شايفين أنا معكم. زين اللي بعتوكي لعندي، اسمعي ولا ايه؟ انا واللي بعتوني اشرف منك من اللي خلفوكي، بدك تتأدبي ولا لا؟ شو بدك تساوي؟ شو بدي ساوي؟ هلا بتشوفي. ولك بدي أدبك. وما خير كنت بحبك. ولطف لك لسانك قبل. انا مجنونة انا. يا والله لجنني. والله بدك شو عم يصير؟ والله ما عم يصير. والله ما عم يصير. مين انا؟ ما سمعت. مين؟ صرتوا عاملين اجتماعي، لا دعيتوني ولا دريتوني، لتكون نسيانين انه انا واحد منكم. لا يا ابو صلاح لا، انت مالك ثقه فينا؟ لا مش هيك، وهذا الاجتماع. لك يا اخي وقت عملنا هذا الاجتماع كان قد بليله مسروقه الدكانه تبعك، فشو قالوا الجماعه؟ قالوا الله يعينه هلا بيكون متضايق، يعني مصيبه وصارت معك، فمو خرج اجتماعات انت. وهذا الاجتماع الثاني؟ يا سيدي صدفه، جيت لعند المختار لقيتهم مجتمعين. شلون بقى؟ صلاح مور مختار عضوات الحارة أمنوني وصل لك الكيس، تفضل. وشو في هذا الكيس؟ لك أخي أنت خذ من إيدي، شوف شو في بقلب الطعريق. في مصاري يا. إيه نعم مصاري، وهذا الحكي بيناتنا، يعني المختار وعضوات الحارة
حبوا يساعدوه بالنسبة للسرقة اللي صارت بالدكانة. انت تضررت كتير لك يا ابو صلاح، ما تضررت، ضررت كتير. ايوه هلأ فهمت ليش ما دعيتوني على الاجتماع. هاي هي. وما لقينا انساب لابو محمد وضمن مشورته، بس يعني بجوز ما يرضى. مين ابو محمد عمي؟ ابو محمد سكافي ما غيره، جاركم. ابو محمد سكافي بده يصير عضو بالعدوات؟ ايه شو عليه؟ شو عليه؟ واحد غريب من برات الحارة بصير عضو العضوات؟ يعني بصير أحسن من كل أهل الحارة؟ لكن يا أبي بهالأيام صاير الغريب أحسن من الأخ. بعذر لك أنا ما نبهت عليك قبل هالمرة، لما بتحكي الكبار أنت بتخرس، وين راح أعد لك يا مرة تانية؟ لما الكبار بتحكي أنت بتحط تمك في المي عطية أو بتخرس، فهمت؟ خلص يا أبي خلص، طلع لبرا، طلع، ما لي دخل هيك شغلات. ليش يا أبي؟ أنا شو حكيت؟ ولا صغير يعني؟ يا عيب شوم، هاي تربيتك يا عدنان؟ هيك أبوك الله يرحمه ربنا؟ يا رب أنت العارف بحال عبدك، وأنت الشافي والمعافي، شافي يا ورحمنا برحمتك يا رب. ابن عمي شو كان بده منك ديبو؟ كان جاي يبشرني اني صرت عضو من عضوات الحارة. ان شاء الله الف مبروك. لك نحن بيش وهن بيش.